لماذا ندرس التوحيد؟ لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد. خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. لا يدخل الجنة إلا موحد. سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الحسنات، تكفير السيئات. ثم قد يسألك سائل يقول هل أنت موحد؟ فتقول نعم. يقول لك ما هو التوحيد؟ تقول لا أدري، ما يمكن. وممكن يسألك يقول هل أنت مشرك؟ تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك. يقول ما هو الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا قلت لا أدري قد يقول لك لعلك واقع أنت في الشرك وأنت ما تدري أيضا. إذا لابد أن نبدأ بالتوحيد، نتعلم التوحيد. Biz ən birinci şeydə təvhidə öyrənməyə düşünürük.